أخت من الجزائر، مرحبا بأهل الجزائر. السلام عليكم، سلام الرحمة. كيف حالك يا اخواتي؟ بخير أختي. مبروك الدكتوراه والعمرة. آمين ويبارك فيك ويقبالك إن شاء الله أختي. يا اخواتي انا عندي 3 احلام. نعم. الحلم الاول حلمت اني ذهبت عند صالون تجميل كي اصفف شعري كي اذهب لعط بنت خالتي، وبعدين دخلت صالون فوجدت ابنة خالتي يعني العروس هناك. نعم. فقالت لي تجملي أنت مكاني والبسي لبس العروس واذهبي في موكب العرس. نعم. وعندما تصل إلى بيت للبيت لا تتكلمي مع زوج. فوثقت وتجملت ولبست لبس العروس الأبيض وكان مرصعا بالماس فأعجبني جدا وكان على نقاش. وجاء موكب العرس وصعدت إلى السيارة وكان إلى سيارة العروس وكان معي زوج بنت خالتي. وعندما وصلنا إلى البيت لم أجد أي مآذن، وجدت فقط أمه وأبوه. فقالت أمه لأبيه انظر إلى زوجة ابننا الجميلة. فدخل زوج بنت خالتي إلى غرفته وبقيت أنا في الصالة، وكانت في يدي باقة ورد وضعتها بجانبي وجلست على الكرسي وانتهى. زين، والثاني؟ الثاني رأيت أن صديق أخي وكان مغربي، فعزمنا وذهبنا إلى المغرب واستقبلنا في بيته وكان بيته واسعا جدا. فجلسنا في غرفة فجاء إلينا صديق أخي وقال لنا تعالى يأتيكما شيئا جميلا. فذهبنا معه فأدخلنا إلى صالة وكانت واسعة جدا، وكانت هناك طاولة فوقها ثوبين من النوع المغربي. فأعطاني ثوب رجالي فلبسته وهو عبارة عن سروال وقاموس مغربي وهو من الحرير. فاستغربت لماذا أعطاني لباس رجالي، وأعطى أخي ثوب وهو عبارة عن سروال وقاموس وقبعة مغربي. فأعجبتنا الهدايا، ثم قال لنا تعالى لأريكم شيئا جميلا. فخرجنا خارج البيت وكانت هناك شجرة تين، فأنت تغطني الأرقام وأبعده عن الشجر وقال لي تعالي وانظري. فنظرت إلى السماء بين أقطاب الشجرة فرأيت قمرا جميلا وكان مكتملا وملأ الأرض نورا، وكانت بعض السحب تمر عليه غير أنه لم تغطه كليا. فقال لي انظري إلى الأرض إلى تلك المقبرة، إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لنا إن في آخر الزمان تقطر الناس، إن الناس في تلك المقبرة لا يكادون يدفنون واحدا حتى يأتون بآخر، وهذا يدل على أننا في آخر الزمان. نعم، والثالث؟ حلمت أن إماما قريتنا جاء إلى بيتنا فجلس في الصالة معنا، فخرج أخي وتركنا أنا وهو، فجاء بكرسي وجلس أمامي وقال لي هات يدي. فأعطيته يد الأسرة اليسرى، فأخرج من عنده كريمة بيضاء براقة فأخذ يدهن بها يد اليسرى حتى صارت بيضاء الخل، ثم قال لي أعطيني يدك الأخرى. فأعطيته يد اليمنى فصار يدهنها كما دهن اليد اليسرى، ثم قال لي إن بقيت لك درجة واحدة من البيض وتصبح يداك بيضة وثاني مثل يدي زوجتي. فقلت له إن زوجتك بنت المدينة طبيعي أنها تكون أبيض مني لأنني بنت الريف. أنت تقرأين كتاب أشراط الساعة الفترة هذه أو تسمعين أشراط الساعة؟ لم أقرأ أي كتب أبدا. ولم تسمعي محاضرة عن الحشر وأشراط الساعة؟ لا لم أسمع أي محاضرة أبدا. ها أبدا لم أسمع. زين، بنت خالتك هذه في سن الآن هي على مقبلة على الزواج؟ هي مطلقة. الحلم عندما حلمتها هي غضبانة في بيت والدها والآن هي مطلقة. لأن والله أعلم عسى الله أن يكتب لها زوجا يكون لها عونا، والله أعلم. أما المنام الثاني ما أعرف، أشراط الساعة ما أعرف. وأما المنام الثاني فادخل أنت حد، أنت حد وعد إنك في الزواج؟ لم يتكلم أي أحد فيها. ها؟ لم يتكلم أي أحد فيها في الزواج. ولا أحد وعد إنك قالك بتزوجك؟ لا ولا أحد. والله لا أعلم، لا أعلم، لا أعلم. قال
أبا محمد.